إذا أنت لاعب كرة قدم وحاب أنك تطور من مستواك في الكرة أو من مهاراتك، تابع هذا الفيديو، وهذا الفيديو يخصك ويفيدك كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بالجميع، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. اليوم حنا عندنا مدرب قدير ومدرب كبير نتكلم معه في هذا الموضوع. قبل فترة دخلت الأكاديمية بوقت غير وقت التمرين، لقيت الكابتن أو المدير الفني للأكاديمية قاعد يدرب لداري خضر، تعرفون اللي نحف قبل فترة، ويدرب لاعبين يعني يلعبون في أندية كبيرة في الرياض، يعني أندية معروفة وجماهيرية. اليوم بنتكلم عن الموضوع ذا ومعنا الكابتن والمدير الفني نجيد. يا هلا بالكابتن نجيد. هلا، حياك الله. ودنا تفيد اللي يتابعونا الآن، أغلبهم رياضيين وودهم يطورون من مستواهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للخضر إداري، الجسم بتاعه أنت شفتي مليان، وطرحنا عليه مسألة ينقص من وزنه، وتكلفت بالتمرين بتاعه، والحمد لله في ظرف اللي سمع كم نقص في ظرف أقل من شهرين. شهرين ما شاء الله نقص يقول 30. يقول لك يعني مستحيل، يعني نقص تقريبا 19 الكيلو و400 غرام. ما شاء الله تبارك الله، شيء كبير. هذا اكيد بمجهود اللاعب ومجهود المدرب. كابتن مجيد، انا شفتك قبل فتره تمرن اللاعبين تمرين التحضين، اللي هو التحضين على الكورة، ايش فايدات هذه او ايش تفيد اللاعبين او فادت اللاعبين ولا لا؟ بالنسبة لدوك اللاعب اللي شفتي تمرنوا مع التحضين، هما لاعب اندية واندية كبيرة في الرياض. اقدر اقول الهلال والنصر والشباب؟ ما اقدر اقول، انا انت خمم وبس. انا اقول الهلال والشباب والنصر. شغلك هذا كان، لاني انا اعرفهم وشفتهم. لانه مشكل عند المدرب بتاع الانديه، لازم بيبحث عن الجسم، ما يبحثش عن العقل. انا عندي لاعب ضعيف وعقله ما شاء الله كبير، ولكن عندي جسم وعقله ما في. هذوك اللاعبه ممتازين مهاريين، لكن الجسم ديالو ضعيف. في ديك الحصه اللي شفت سميتو، نعطيهم تمرين ديال التحضين، واخا يكون قدامه لاعب جبل يحضن عليه وما ما تروحلوش الكره. هذا اللي شفتيني بمرن ذاك اليوم. وفي تكتيكات، مثلا لاعب صانع الالعاب نعطيه تعليمات ديال ايش هو صانع الالعاب، نعطيه كيفاش صانع الالعاب يتحرك، كيفاش يروح، الى عطى تمريره طويله وين يروح، الى عطى تمريره قصيره وين يروح. يعني كل التمرينات والتكتيكات وكل شيء، كلش. وهذو اللاعبين انا زعما اش نقول لك، بفتخر بهم. ليش؟ لانهم بيلعبوا مع انديه ما عندهم. عندي سؤال، ليش اللاعبين هذول يلعبون في نادي ويتمرنون تمرين خاص؟ ما هو الأندية تعطيهم كل شيء. يبغى يطور من نفسه. وانا تنتمنى جميع الشباب، الاطفال والشباب اللي في الاكاديميات، يبعدوا شويه من البلاي ستيشن. مثلا نلعب بلاي ستيشن الخميس بالليل وشويه في الجمعه بس، والاسبوع الاخر كله جديه وتمرين ونوم بدري واكل صحي. انا دوك اللعيبه باغين يوصلوا عندهم خطه، يعني عندهم واحد الامل يوصلوا حتى هما للمنتخب. عكس اللاعب اللي تيجي غير يسولف ويطقطق كره ويروح، هذا تفكيره في الملعب. كابتن، اللاعبين هذول اللي يلعبون في الانديه، اللاعب اللي جاء وتمرن مع الكابتن مجيد في فتره خاصه، هل تطور مستواه قبل ما كان يتدرب مع الكابتن مجيد مع انه كان سابق في النادي؟ انا دائما بتبع اللاعب عن طريق ابوه، الاباء بتاعهم دائما بيتبعوهم في التمرين وهذه، ودائما بسال ايش الاخطاء اللي شفتي عند ولدك، ايش المدرب بيقول لولدك الاخطاء بتاعه، باش انت لازم اعرف انا دوك الاخطاء اللي قال له المدرب، باش يجي لعندي هنا انا نصلح دوك الاخطاء، باش حين يروح يعاود يتمرن ولا يلعب مباراه يكون دوك الاخطاء خلص منها، نستناو اخطاء اخرى باش نصلحوها. هذا هو التمرين الخاص اللي تنسوي معهم. كابتن مجيد، انا اذكر مره قلت لي يعني في لاعب من اللاعبين مرنت تمرين
التحضين خاصة يعني. وبعدها فترة قلت لي أنه ما شاء الله تبارك الله في النادي اللي هو يلعب فيه صار من أفضل لعيبه، والمدرب دائم يعتمد عليه ويحضن وله صور كثيرة وهو يحضن من هذه التمارين. الحمد لله أنا سعيد على ذاك الولد اللي بمرن، لأن صعد هو صغير وصعد لواحد السن، هو عنده تقريبا 12 سنة 13 سنة، والحين صعد للفريق اللي عنده 15 سنة ما شاء الله تبارك الله صعد. ويعني واحد من 35 لاعب صعد للسن أكبر منه، بيروح المعسكرات ولا داعي لي ذكر الفريق، وهذه بيروح ما يلعب ما بيلعبش المباريات، ولكن يكفاني أني صعد الدرجة أكثر منه وبيروح للمعسكرات مع الفريق الأول. ما شاء الله تبارك الله. حاب تقول لنا إذا في لاعب ثاني استفاد من هذه التمارين؟ الحمد لله، نقول لك بالنسبة اللي فاش كنت في الدلم في أكاديمية الدلم، الحمد لله 8 لعيبة ما شاء الله تبارك الله صعدوا 8 لعيبة من يدك إلى الدرجة الثانية. الحمد لله الحين قبل أمس صعدوا الدرجة الأولى فئة الشباب ما شاء الله في نادي الشرق اللي في الدلم ما شاء الله. والحمد لله واحد من الفئة الصغيرة وقع مع الشباب ما شاء الله نبارك له وقع مع الشباب، صار واحد شهرين شفته مع الهلال، بعد شهرين انتقل للهلال وهذا بيفرحني كثير. بهذا المنبر هذا بقول الشباب اللي لسه صغير وجي اسم سمين. يعني يكون تخين شوي تنقول له مرحبا عندي، يعني اللي حاب ينقص من وزنه كابتن مجيد يقول لك مرحبا لاني بشوفهم في نظره بيعزوا علي السن بتاعه صغير والجسم بتاعه كبير وادي بيعز علي. طيب واللي حاب انه يلعب في نادي او يلعب في اكاديمية ثانية وحاب ان الكابتن مجيد يمرنه، كيف يتواصل معك او ايش الايام اللي تتمرنون فيها؟ يتواصل مع الادارة، ادارة اكاديمية الاشبال، الاستاذ خالد الخضر وماجد الشهبول الهشبول ونشوفوا الامور. وفي عن اذنك وفي حساب للاكاديميه بالانستغرام تقدرون تتواصلون معه واسناب، يعني نحددوا الاوقات اللي يكون مناسب للاعبين. دائما خصني نشوف يجي اللاعب وهو فرحان يجي يتمرن، مش غصب، يشوف الوقت بتاع اللاعب هو، يعني اللاعب هو اللي يحدد الوقت، هو اللي يحدد الوقت. اذا حدد لك اللاعب الوقت بيعطيك، اذا بززتي عليه قلت له لا يوم الاثنين الساعة الفلانية هو ما عنده حيل يجي، ما يعطيك في التمرين وما يتطور. دائما نقول اللاعب إذا حاب يتطور من مستواه أكثر، التمرين اللي تاخذها في الأكاديمية أو في النادي هي تكفيك، بس لا إذا تبي تتطور تصير أفضل من اللي حولك المجموعة اللي أنت فيها لازم تاخذ تمارين خاصة وتتمرن لحالك عشان تستفيد. حتى قبل فترة يعني يوم كنت أنا في أكاديمية وكنت مع صديقي في الأكاديمية طاح مستواه، فقلت له نتمرن بعد العشاء، وصدق رحنا تمرننا خلال شهرين إلى 3 أشهر بدون مدرب، يعني كنا احنا نتمرن تمارين اللي ندرب عليها العصرية، وفعلا اللي معي تطور وصار مستواه أفضل، حتى أخويانا في التمرين كانوا يسألونه شلون تطور مستواك، هذا كله بالعمل. يعني أنت حاب الشيء عندك شغف فيه لازم تتطور، لازم تتدرب فيه أكثر، مهما كان كورة طائرة تقنية أي شيء، أنت لازم تزيد على الوقت اللي أنت تأخذه إن كان في الأكاديمية ولا في النادي. هذا الشيء أن نحب، ما هو بإجباري، ما هو بأن نقول لكم لازم تتمرنون، الشيء أنت حاب أنك تتطور فيه لازم أنك تعطيه وقتك تعطيه جهدك. أتمنى أنكم استفدتم من المقطع هذا ومن الكابتن مجيد. كابتن مجيد عنده خبرات كثيرة ما شاء الله تبارك الله، له سنين يدرب في المغرب وفي الرياض، واعذروني على أي خطأ على أي تقصير، حنا يعني نخطئ كلنا، أن حابين نقدمها لكم نفيدكم فيه. فأتمنى أنكم استفدتم من المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، هذا شيء يدعمني ويحفزني ويخليني أنزل مقطع كل يوم. أمان الله.